موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. انطلقت اجتماعات اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، حيث عقدت اللجنة اجتماعا بحضور وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية. كما عقدت اللجنة اجتماعا ثانيا حضره وزراء العدل والأوقاف والثقافة وبمشاركة وحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة. وأكد المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة أنه طبقا لنصوص اللائحة الداخلية فإن مدة عمل اللجنة 10 أيام من تاريخ إحالة البرنامج إليها، وبالتالي فإن اللجنة أمام وقت مضغوط جدا. كما كشف وكيل أول مجلس النواب أنه تم الاستقرار على عقد اجتماعين في كل يوم حتى يوم الاثنين المقبل، بما في ذلك أيام الإجازات والجمعة والسبت. وقال رئيس اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة بيان الحكومة إن الملف الاقتصادي هو التحدي الأكبر أمام الحكومة، لذلك حرصنا على أن نبدأ به. التقى دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس الوزراء أن ملف الزراعة يعد من أهم الملفات التي تم النظر إليها عند بناء برنامج الحكومة الجديد، حيث يمثل أحد 4 قطاعات تضعها الحكومة على رأس أولويات أجندتها إلى جانب قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. كما شدد رئيس الوزراء على الأولوية التي توليها الدولة لمتابعة ومواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية. وعقد رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة جهود خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق بحضور رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية. في مستهل الاجتماع أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة لضبط أسعار السلع في الأسواق على مدار الفترة الماضية، مشيدا بما يتم من تعاون وتنسيق مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات لتحقيق هذا الهدف. وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أهمية الدور الذي تقوم به مختلف الجهات الرقابية في متابعة حركة الأسواق بما يسهم في ضبط أسعار مختلف السلع، مؤكدا ضرورة استمرار تلك الجهود. عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع المهندس ياسين محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ونوابه بحضور عدد من قيادات الوزارة لمناقشة التحديات الحالية فيما يخص صناعة الغاز الطبيعي والعمل على زيادة إنتاجه. وأكد الوزير التزام قطاع البترول بدوره الفاعل والأساسي في تنمية موارد الطاقة التي تلبي احتياجات القطاعات الأساسية المستهلكة كالكهرباء والصناعة، وهو ما يتم العمل عليه كحلول مستدامة من خلال جهود متعددة على التعامل مع تحديات التناقص الطبيعي في إنتاج الغاز والزيت الخام، ومن ثم زيادة الإنتاج إلى المعدلات المرجوة لصالح تنمية الاقتصاد المصري الذي تمثل الطاقة بالنسبة له شريان الحياة. وأشار الوزير إلى أن النجاح في التعامل مع التحديات وتحقيق زيادة في الإنتاج سيكون له انعكاس إيجابي على جذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية بقطاع البترول والغاز وتنمية موارد الطاقة بشكل أكبر. تعلن وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية ذكور وإناث بالقاهرة والإسكندرية للعام الدراسي 2024-2025. من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علم علوم أو شهادة الثانوية الأزهرية علم للعام الدراسي الحالي أو أي عام دراسي سابق بحد أدنى 60%، وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%، وألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما، وألا يزيد عن 25 عاما في أول أكتوبر 2024. يتم سحب كراسات الالتحاق اعتبارا من يوم السبت 13/7/2024 حتى يوم الخميس الموافق 15/8/2024، وذلك بمستشفيات هيئة الشرطة بمدينة نصر، طنطا، الإسكندرية، أسيوط، على أن يتم استلام الكراسات عقب استفائها اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15/7/2024 حتى يوم الاثنين الموافق 19/8/2024، وذلك بمقر المعهد بمستشفى الشرطة بمدينة نصر. تكون مدة الدراسة بالمعهد الفني الصحي الشرطي 2 سنين دراسيتين، وتؤهل الدراسة الطالب للحصول على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية، ويحصل الخريج على درجة معاون أمن ثالث يتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات المختلفة. الدراسة تبدأ بفترة إعداد وتدريب أساسي لمدة 3 أشهر على فترتين بنظام الإقامة الداخلية بمعهد معاون الأمن، وباقي مدة الدراسة بنظام التردد اليومي
مع الالتزام بالقواعد الانضباطية وبالزي المقرر والمظهر العام. مناهج الدراسة بالمعهد الفني الصحي الشرطي هي ذات المناهج الدراسية المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يحصل الطلاب المنتظمين بالدراسة على مكافأة مالية شهرية أثناء فترة الدراسة. يحصل الخريج على كافة الامتيازات والخدمات التي تقدم لأفراد هيئة الشرطة وفقا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.